السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم سوف نتحدث عن أحد دروس الفيزياء الذي هو تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء. لكن قبل ذلك سنحاول القيام بتذكير بالدرس السابق وهو المتعلق بالانتشار المستقيم للضوء. لأن كتذكير في هذا الدرس تعرفنا على أوساط الانتشار ديال الضوء، تعرفنا على الوسط الشفاف، يمكن أن يكون هذا الوسط زجاج، هواء، فراغ إلى آخره. ثم تحدثنا على الوسط نصف الشفاف كأمثلة ورق الأنسوخ، ورق مزيت، زجاج لبني أو زجاج خشن، أو باللوري كذلك كما يسمى إلى آخره. ثم هناك وسط ثالث ليس بوسط انتشار الضوء، هو الوسط المعتم لا ينتشر عبره الضوء، مثل الخشب والجدار والحديد إلى آخره. ثم تحدثنا كذلك عن مبدأ الانتشار المستقيم للضوء، حيث قلنا أن الضوء ينتشر في الوسط الشفاف والمتجانس وفق خطوط مستقيمة، حيث قمنا بتمثيل كل شعاع ضوئي بواسطة مستقيم يحمل سهم يمثل أو يشير إلى منحى الانتشار المستقيم للضوء. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الحزمة الضوئية، حيث قلنا الحزمة الضوئية عبارة عن مجموعة من الأشعة الضوئية المنبثقة من منبع واحد، حيث تحدثنا عن بعض أنواع هذه الحزم أو أنواع هذه الحزم، وهي الحزمة المتفرقة، إذا هذه حزمة متفرقة. ثم تحدثنا كذلك عن الحزمة المتجمعة، هي التي تتجمع فيها الأشعة في نقطة واحدة، بينما الأولى تتفرق الأشعة كأنها من يعني انبثقت من نقطة واحدة. ثم تحدثنا عن الحزمة الأسطوانية أو المتوازية. ثم تحدثنا كذلك عن سرعة ديال الضوء التي قلنا أنها تساوي في الهواء والفراغ 300,000 كيلومتر في الثانية أو 300 مليون متر في الثانية. وهنا تطرقنا إلى وحدة جديدة لقياس المسافات الكبيرة بين الكواكب يعني في الفضاء، وهي التي تسمى بالسنة الضوئية، اللي كتساوي واحد أني لومييغ يعني واحد سنة ضوئية 9.46 × 10^12 كيلومتر. هذه هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة. إذا هذا كل ما تعرفنا عليه في الدرس السابق. أما الآن سنمر إلى درس جديد وسوف نبدأه بوضعية التالية. تقول الوضعية: في نهاية القرن العاشر تم التعرف على ظاهرة العلبة المظلمة، حيث تم الاعتماد عليها من قبل العلم العربي، وتحديدا من قبل ابن الهيثم الذي طبق مبدأ العلبة المظلمة لشرح تكوين الصورة المرئية في العين. كيبقى السؤال المطروح: ماذا يقصد بالعلبة المظلمة؟ إذا في نظركم ماذا يقصد في بالعلبة المظلمة؟ إذا العلبة المظلمة هي التي تشاهدونها هنا، هي عبارة عن صندوق معتم أحد جانبيه نصف شفاف، والذي تتكون فيه الصورة، يكون مصنوع من الزجاج باللوري أو ورق الأنسوخ ويلعب دور الشاشة، والجانب الآخر يحتوي على ثقب بفتحة صغيرة، وهذا تسمى الحجاب، أو يسمى عفوا الحجاب ستينوبي بالفرنسية، وهو الثقب الذي تدخل منه الأشعة الضوئية. العلبة المظلمة تعطي لكل شيء أبي، مثل هذه الشمعة، صورة أبريم ببريم، وتكون هذه الصورة حقيقية ومقلوبة. هنا يطرح السؤال: كيف نفسر تكون هذه الصورة المقلوبة التي نحصل عليها بواسطة العلبة المظلمة؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال نقوم بالتجربة التالية. إذا سوف نضع جسم مضيء أمام حجاب علبة مظلمة، سوف نشاهد هنا محاكاة تبيننا ذلك. إذا لاحظوا جيدا، هذه شمعة وهذه صورتها في العلبة المظلمة. سنعيد مرة أخرى. لاحظوا هنا، نشاهد أن هناك الأشعة الضوئية تنتشر من الشمعة مرورا بالحجاب لتسقط على الشاشة، وكما نشاهد أن الشعاع الذي يأتي من النقطة A لكي يمر عبر الحجاب فإنه يكون مائلا نحو الأسفل، فيعطينا صورة أبريم ببريم عفوا صورة أبريم في
الأسفل، بينما الشعاع الذي يأتي من النقطة B لكي يمر عبر الحجاب يكون مائلا نحو الأعلى ليعطينا صورة النقطة B التي هي B بريم في الأعلى، وبالتالي نحصل على صورة A بريم B بريم مقلوبة. إذن يتضح انطلاقا من هذا أن الصورة المقلوبة نحصل عليها الشاشة بسبب الانتشار المستقيمي للضوء. إذن هذه صورة كذلك تمثل ما رأيناه، هذا شيء A B صورته على الشاشة صورة مقلوبة بسبب الانتشار المستقيمي للضوء الذي مر عبر الحجاب. قلنا هنا كتفسير تفسر الصورة المقلوبة المحصل عليها بواسطة العلبة المظلمة بالانتشار المستقيم للضوء كما قلنا سابقا. هذه صورة أخرى للعلبة المظلمة، لاحظوا جيدا الصورتين، ما الفرق بينهما؟ لاحظوا الصورة أبريم ببريم في الحالة الثانية بالمقارنة معها مع نفس الصورة في الحالة الأولى. نشاهد أو نلاحظ هنا أن الصورة أبريم ببريم أكبر في الحالة الثانية أكبر من مثيلتها في الحالة الأولى. في نظركم لماذا أو إلى مدى يعزى هذا؟ إذا لاحظنا جيدا الشكل يتضح أن المسافة بين الشيء والحجاب في الحالة الأولى أكبر من نفس المسافة في الحالة الثانية، وهي السبب الذي أدى إلى الحصول على هذه الصورة على صورة أكبر في الحالة الثانية. يعني هنا نلاحظ أو يمكن أن نستنتج أو نسجل أن طول الصورة أبريم ببريم متعلق بالمسافة بين الشيء والحجاب، حيث كلما كانت هذه المسافة قصيرة كلما كانت الصورة كبيرة. إذن هنا نسجل أنه طول الصورة المحصل عليها بالعلبة المظلمة يتعلق بالمسافة بين الجسم أو بين الشيء والحجاب، حيث تكبر الصورة إذا صغرت هذه المسافة والعكس صحيح. هذه صورة أخرى للعلبة المظلمة. إذا لاحظوا جيدا الآن الحالة الثانية أو الثالثة، نلاحظ هنا أن الصورة أبريم ببريم أكبر من سابقتها، والسبب هنا يعود ليس للمسافة بين الشيء والحجاب، لأن نلاحظ أن هناك نفس المسافة في الحالة الثانية والثالثة، ولكن السبب يعود للمسافة بين الحجاب والشاشة أو ما يسمى بطول العلبة المظلمة. إذا نلاحظ هنا أن هذه المسافة كبرت، المسافة بين الحجاب والشاشة كبرت بين الحالة الثانية والحالة الثالثة، مما سمح بالحصول على صورة أكبر. إذا نسجل كذلك هنا أنها طول هذه الصورة إذا كان يتعلق بالمسافة بين الجسم والحجاب فإنه يتعلق كذلك بالمسافة بين الحجاب والشاشة، حيث هنا أن إذا كبرت هذه المسافة تكبر مع الصورة. بالإضافة إلى هذين العاملين هناك عامل ثالث وهو قطر الحجاب. قطر الحجاب كلما كان قطر الحجاب صغير كلما حصلنا على صورة واضحة على الشاشة، ولكن كلما كان قطر الحجاب كبير كلما كبرت الصورة ولكنها تصبح غير واضحة المعالم. إذا درسنا اليوم يتحدث عن تطبيقات الانتشار المستقيمي للضوء. إذا عنوان الدرس هو تطبيقات الانتشار المستقيمي للضوء، تحدثنا في البداية عن العلبة المظلمة، عن تعريفها وعن كونها تعطي صورة لشيء بصورة حقيقية ومقلوبة، وذلك بسبب الانتشار المستقيمي للضوء عفوا. وقلنا كذلك أنها طول الصورة فهو يتعلق بثلاثة عوامل: المسافة بين الجسم والحجاب، المسافة بين الحجاب والشاشة، وقطر الحجاب. هذا كملخص لما رأينا. أما الآن سوف ننتقل إلى تطبيق ثاني وسنبدأه بهذه الوضعية. إذن تقول الوضعية: يرتكز مسرح الظل على الحصول على ظلال الحيوانات المختلفة على شاشة بيضاء مضاءة كما تشاهدون في الصورة. ما يهمنا هنا هو تفسير كيف تتكون هذه الظلال. من أجل الإجابة عن هذا السؤال سوف نقوم ببعض التجارب. سوف نبدأ بتجربة المنبع الضوئي النقطي. المنبع النقطي هو الذي تكون فيه منبع الضوء يمكن اعتباره عبارة عن نقطة واحدة، يعني أن قطر المنبع الضوئي صغير. سوف نشاهد هنا إحدى المحاكاة، نشاهد هنا أن المنبع أو فوهة المنبع عبارة عن ثقب صغير، هذه كرة ثم شاشة. عندما نشغل المصباح أو المنبع الضوئي لاحظوا أننا نحصل على الشاشة على مناطق مختلفة، منطقة مضاءة لاحظوا بالضوء،
ثم هنا منطقة مظلمة على الشاشة، ثم هناك منطقة مظلمة على الكرة ومنطقة مضاء عليها، ثم هناك منطقة أخرى بين الكرة والشاشة مظلمة. إذن المنطقة المظلمة على الشاشة التي نشاهد هنا تسمى بالظل المحمول للكرة، الظل المحمول للكرة أو للجسم بصفة عامة، بينما الجزء المظلم على الكرة فهو يسمى بالظل الخاص، يسمى بالظل الخاص. بينما الفضاء الموجود بين الكرة والظل المحمول فإنه يسمى بمخروط الظل. لاحظ هنا، لحاول نرسم الأشعة. إذن هذا الظل المحمول وكذلك مخروط الظل فهو حصلنا عليه بسبب هذين الشعاعين أو هذه الأشعة التي حبستها أو منعتها الكرة ولم تمر. إذن نفسر الحصول على هذه الظلال التي ذكرناها بالانتشار المستقيم للضوء. إذن هذا شكل يجسد ما رأينا. إذن هذا منبع نقطي عبارة عن نقطة واحدة، هذه شاشة ثم جسم على شكل كرة. إذن هنا أشعة الضوئية المنبعثة من المنبع تحدد لنا منطقة مظلمة على الكرة تسمى كما قلنا سابقا بالظل الخاص، ثم منطقة مظلمة على الشاشة تسمى بالظل المحمول، ثم هنا نشير فقط إلى وجود منطقة مضيئة، ثم هناك منطقة يسمى بمخروط الظل. إذن قلنا أن هذه الظلال حصلنا عليها أو نفسر الحصول عليها بمبدأ الانتشار المستقيم للضوء، حيث ميزنا أو نميز بين ثلاثة مناطق. هناك نتحدث عن جزء غير مضيء على الكرة يسمى الظل الخاص للكرة، ثم منطقة مظلمة على الشاشة تسمى الظل المحمول للكرة، وأخيرا جزء مظلم من الفضاء يوجد بين الكرة والشاشة يسمى بمخروط الظل. في حالة منبع غير نقطي، منبع غير نقطي يعني منبع بقطر كبير، سوف نشاهد هنا هذه المحاكاة. إذن هذا منبع ضوئي غير نقطي، حجمه كبير أو قطره كبير، هذه كرة ثم شاشة أمام الكرة. نشغل المنبع الضوئي. إذا لاحظوا جيدا أننا حصلنا على الظل المحمول للكرة على الشاشة، وهنا يمكن الحديث عن وجود كذلك الظل الخاص للكرة، وبينهما كما رأينا في المنبع غير النقط في المنبع النقطي عفوا نتحدث عن مخروط الظل. لكن الجديد في هذه التجربة هي وجود منطقة شبه مظلمة تحيط بالظل المحمول الموجود على الشاشة، هذه المنطقة تسمى بشبه الظل، وهناك كذلك منطقة شبه مظلمة تحيط توجد في الفضاء بين الكرة والظل المحمول وتحيط بمخروط الظل تسمى بمخروط شبه الظل. إذن هنا نسجل بالإضافة إلى الظلال التي حصلنا عليها في المنبع النقطي، نسجل تواجد منطقتين إضافيتين وهي منطقة شبه الظل ومنطقة مخروط شبه الظل الموجود بين الكرة والشاشة. سنشاهد هنا محاكاة أخرى. إذا لاحظوا هنا قطر المنبع الضوئي فهو كبير، سوف نشغل المنبع الضوئي، هذه كرة. إذا لاحظوا انتشار الأشعة الضوئية، هناك أشعة ضوئية مكنتنا من الحصول هنا على الظل المحمول كما تشاهدون، هنا شبه الظل المحمول وهو الذي يحيط بالظل المحمول، هنا مخروط الظل، وهنا الظل الخاص، ثم الجديد كذلك هنا هو مخروط شبه الظل وهو الذي يحيط بالظل المحمول. إذن نفسر دائما الحصول على هذه الظلال بالانتشار المستقيم للضوء. إذن هذا شكل يبين ما رأيناه. إذن منبع غير نقطي، لاحظوا بقطر كبير بحجم كبير، هذه كرة، هذه شعاعين اللذان سيحددان لنا الظل المحمول، ثم هناك الظل الخاص للكرة، هنا مخروط الظل، ثم الشعاع الذي أتى من أعلى المنبع ومر أسفل الكرة، والشعاع الذي أتى من أسفل المنبع ومر في أعلى الكرة، كي يحدد حدود ما يسمى بشبه الظل. إذن هذه منطقة شبه الظل، ثم هناك منطقة المضيئة على الشاشة،
ثم أخيرا مخروط شبه الظل، وهو المنطقة في الفضاء الموجود بين الكرة والشاشة، وهو الذي يحيط بمخروط الظل. إذن قلنا أنه عند إضاءة كرة معتمة بواسطة منبع ضوئي غير نقطي نميز، بالإضافة إلى الظلال المحصل عليها بالمنبع النقطي، نميز بين شبه الظل ومخروط شبه الظل. شبه الظل هو المنطقة الأقل إضاءة المحيطة بالظل المحمول، بينما مخروط شبه الظل هو الفضاء الأقل إضاءة الموجود بين الجسم والشاشة. نعم، إذن هذه هي الظلال التي حصلنا عليها في حالة المنبع غير النقطي، والأمر كله يفسر دائما بالانتشار المستقيم للضوء. على إذا كان هناك شخص يوجد في الظل المحمول، إذا افترضنا وجود شخص هنا في الظل المحمول، ما الذي يمكن أن يشاهده؟ إذن هذا الشخص سوف يكون في الظلام، بمعنى أنه لن يشاهد المنبع الضوئي بتاتا، لأن الكرة سوف تحجب عنه الضوء أو أشعة المنبع. أما إذا كان الشخص أو هذا الملاحظ في منطقة شبه الظل، فإنه هنا بعض الأشعة سوف تصل إليه، والبعض الآخر مثل هذا الشعاع الذي الآن أحاول أن أرسمه فإنه لن يصل إليه بسبب الكرة. فنقول أن هذا الشخص سوف يرى جزءا من المنبع الضوئي. أما إذا كان في المنطقة المضيئة فإنه سوف يشاهد بطبيعة الحال المنبع كليا. إذن كما ملحوظة، إذا وجد ملاحظ في المنطقة المضيئة فإنه يرى المنبع الضوئي كاملا، أما إذا وجد في الظل المحمول فإنه لا يرى المنبع الضوئي نهائيا. أما إذا وجد في منطقة شبه الظل فإنه يرى جزءا من المنبع الضوئي. ملاحظة أخرى، أن طول الظل حجم وطول الظل المحمول يزداد عندما تنقص المسافة بين الشيء والمنبع الضوئي، يعني كلما تقرب المنبع الضوئي نحو الجسم فإن ظله يزداد، لا من حيث الحجم ولا من حيث الطول. أو إذا كانت المسافة بين الشيء والشاشة تزداد، يعني إذا حاولت أن تبعد الشاشة عن الجسم أو عن الشيء فإن ظله يزداد بسبب دائما الانتشار المستقيم للضوء. ثم كملاحظة أخيرة أو كملحوظة أخيرة، لون الظل يكون دائما أسود مهما كان لون ضوء المنبع، لأن الظل هو ظلام والظلام هو غياب الضوء، فلا علاقة له بلون الضوء المنبع. الآن سوف نتطرق وسوف نتحدث عن ظاهرتين طبيعيتان تحدثان بين الفينة والأخرى، وهما الكسوف والخسوف، أو كسوف الشمس وخسوف القمر. فماذا يقصد بالكسوف والخسوف؟ الكسوف والخسوف هما ظاهرتين تحدثان بين الفينة والأخرى. فالكسوف هو اختفاء الشمس في واضح النهار لبضع دقائق، أما الخسوف فهو اختفاء القمر في الليل لبضع دقائق. إذن هنا سوف نشاهد شريطين يمثلان الكسوف والخسوف. إذن لاحظوا هذا كسوف، الآن كسوف الشمس، إذن في واضح النهار تختفي الشمس عنا لبضع لحظات. نعم، هناك إعادة الشريط. إذا لاحظوا أن هناك شيء ما يمر أمام الشمس لبضع دقائق، ثم تعود الشمس لتنير الأرض. أما عن خسوف القمر سوف نشاهد كذلك شريط يوثق، عفوا سأعيد الشريط من جديد. إذا لاحظوا القمر ليلا، لكن سرعان ما يختفي عنا في الليل، والأمر لن يطول إلا بضع دقائق ثم يعود من جديد هكذا. إذن هذا فيما يتعلق بخسوف القمر. إذن يبقى السؤال، كيف نفسر حدوث الظاهرتين؟ سوف نبدأ هنا بالكسوف، كسوف الشمس. إذن هذه صورة توضح
ماذا يحدث أثناء الكسوف؟ أثناء كسوف الشمس نلاحظ أن القمر يكون بين الشمس والأرض ويكون الثلاثة على استقامة واحدة، حيث هنا أثناء الكسوف يمكن الحديث عن ما يسمى بالكسوف الكلي والكسوف الجزئي. الكسوف الكلي، الكسوف الكلي يحدث في المناطق مثل هذه المنطقة التي يوجد بها الملاحظ رقم واحد، حيث أن هذا الملاحظ يتواجد في منطقة الظل المحمول، إذا هنا سنطبق ما رأيناه في الظلال في منطقة الظل المحمول للقمر على الشاشة، الشاشة هنا هي الكرة الأرضية. إذا الأشخاص الذين يتواجدون في هذه المنطقة فإنهم سوف تغيب عنهم الشمس كليا، وهنا نتحدث عن كسوف كلي. بينما الملاحظ رقم 2 الذي يتواجد هنا في هذه المنطقة، يعني منطقة شبه الظل، فإن هذا الشخص سوف يشاهد كسوفا جزئيا، بمعنى أنه سوف يشاهد جزءا من الشمس. أما الملاحظ رقم 3 فإنه لن يشاهد أي كسوف لأنه يوجد في المنطقة المضيئة هنا، فإنه لن يشاهد أي كسوف. إذن يحدث كسوف الشمس عندما تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، حيث يكون القمر بين الأرض والشمس. إذا وجد كما قلنا ملاحظ في الظل المحمول للقمر على الأرض فإنه يشاهد كسوفا كليا، أما إذا وجد في منطقة شبه الظل فإنه يشاهد كسوفا جزئيا. هذا فقط رسم يحاكي ظاهرة الكسوف. إذا هنا القمر يوجد بين الشمس والأرض والثلاثة على استقامة واحدة، هنا نشاهد منطقة شبه الظل حيث أو نتحدث فيها عن ما يسمى بالكسوف الجزئي، هنا الظل المحمول، هنا منطقة التي لا يوجد بها كسوف وهي المنطقة التي يوجد بها الليل، لأن الكسوف قلنا يحدث بالنهار، ثم المنطقة المضاءة. أما الكسوف الجزئي فيحدث في منطقة التي موجودة في شبه ظل القمر على الكرة الأرضية، أما الكسوف الكلي فهو يحدث في المناطق المتواجدة في الظل المحمول للقمر. أما الآن سوف نتحدث عن خسوف القمر. إذا خسوف القمر سوف نشاهد هنا محاكاة تبين لنا متى نتحدث عن أو كيف نفسر حدوث الخسوف. إذا لاحظوا معي أن الشمس والأرض والقمر يكونان على استقامة واحدة، ولكن هنا أن الأرض تكون بين الشمس والقمر، عكس الكسوف الذي يكون في القمر في الوسط. إذن عندما نشغل هذا الشريط أو هذه المحاكاة لاحظوا هنا أن القمر يتحرك في مخروط ظل الكرة الأرضية. عندما يكون بأكمله في مخروط الظل فإننا نتحدث عن خسوف كلي، بينما عندما يدخل إلى هذه المنطقة التي هي تمثل مخروط شبه الظل فإننا نتحدث عن خسوف جزئي. هذه صورة توضيحية لما شاهدناه في المحاكاة. إذا هنا الشمس، هنا الأرض، وهنا القمر الذي يتحرك أو الذي يتحرك في مخروط ظل الكرة الأرضية. إذا عندما يكون بأكمله في المخروط فإننا نتحدث عن خسوف كلي، وبالتالي يكون القمر مظلما بأكمله، لكن إذا دخل إلى مخروط شبه الظل هنا أو هنا في الأسفل فإننا نتحدث عن خسوف جزئي. يحدث خسوف القمر عندما تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، حيث تكون الأرض بين القمر والشمس، وهنا يمكن الحديث عن الخسوف الكلي إذا كان القمر في مخروط ظل الأرض، وخسوف جزئي إذا كان القمر في مخروط شبه ظل الأرض. هذا تبيانك توضح هذه الظاهرة، الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، والأرض أو القمر عفوا في مخروط ظل الأرض. إذن انتهى الدرس. الآن سنمر إلى إنجاز بعض التمارين التطبيقية. عندنا التطبيق الأول عبارة عن أجب بصحيحة وخطأ. إذن السؤال الأول أو العبارة الأولى تقول: تعطي العلبة المظلمة صورة معتدلة. إذن هل العلبة المظلمة تعطي صورة معتدلة؟ معتدلة يعني عادية إن صح التعبير، يعني غير مقلوبة، هذا خطأ، وإنما تعطينا صورة مقلوبة.
الجملة العبارة الثانية تقول: تكبر الصورة المحصل عليها بالعلبة المظلمة إذا صغرت المسافة بين الشيء والحجاب. هل هذا صحيح؟ نعم أكيد صحيح. الجملة الثالثة تقول: تكبر الصورة المحصلة بالعلبة المظلمة إذا صغرت المسافة بين الحجاب والشاشة، بمعنى طول العلبة المظلمة. هل هذا صحيح؟ إنما خطأ، تكبر الصورة إذا كبرت هذه المسافة، إذا خطأ. الجملة أو التعبير الثالث يقول: يحدث الكسوف إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر. أكيد خطأ، لأن الكسوف يحدث إذا كان القمر بين الشمس والأرض. ثم أخيرا الجملة الأخيرة: نعاين كسوفا كليا إذا كنا في الظل المحمول للقمر على الأرض. نعاين كسوفا كليا إذا كنا في الظل المحمول للقمر على الأرض. هذا صحيح. التطبيق الثاني عبارة عن ذكر أسماء ديال بعض المناطق التي رأيناها في الظلال المحصلة بمنبع غير نقاط. إذا رقم واحد لاحظوا جيدا، إذا يمثل شبه الظل. رقم اثنان لاحظوا إنها المنطقة من الفضاء تسمى بمخروط شبه الظل. ثم ثالثا ليست بمنطقة وإنما بجهاز وهو عبارة عن منبع الضوئي غير نقطي. رابعا هي المنطقة المظلمة على الكرة التي تسمى بالظل الخاص. خامسا هو المنطقة الموجودة بين الظل الخاص والظل والشاشة وهي مخروط الظل. وأخيرا المنطقة المظلمة على الشاشة التي تسمى بالظل المحمول. نعم شكرا. الآن إليكم بعض التمارين الإضافية التي يمكنكم القيام بإنجازها بالأجل تقوية معارفكم. إذا التمرين الأول يقول: أرسم الصورة المحصلة عليها بالعلبة المظلمة لكل حرف من الحروف التالية. أن تقوموا برسم صورة الحرف التي يمكن الحصول عليها بواسطة علبة مظلمة. التمرين الثاني يقول: نضع شيء أبي على بعد 2 سنتيمتر من حجاب علبة مظلمة طولها 4 سنتيمترات فنحصل على صورة أبريم ببريم كما تشاهدون. السؤال الأول: أرسم الأشعة الضوئية التي مكنت من الحصول على هذه الصورة. ثم السؤال الثاني: أعد رسم الشكل والأشعة الضوئية في الحالات التالية. الأولى عند تقريب الشيء نحو الحجاب بواحد سنتيمتر، ب عند تقليص طول العلبة المظلمة بواحد سنتيمتر. ثم السؤال الأخير مرتبط بالسؤال الثاني: كيف يتغير طول الصورة في كل حالة من الحالات السابقة؟ إذا إلى هنا قد انتهى الدرس. أشكركم على حسن الانتباه.